بما ان يعني هو كابتنك وانت بتقول دايما ان بتحاول ان العلاقات تبقى افضل. والله ما اتقابلناش من ساعة ما كنا عند طارق يحيى. كنا امتى؟ مرة معزومين من اعتقد من فترة كبيرة يعني. وحصل ايه في اللقاء لا ده؟ سلينا مع بعض، بص يعني قعدنا اخر مرة كنا مع بعض يعني. لا انا ما اقدرش اقول لكفرو او غيره اعمل كذا. انا بتمنى ان حتى عيوبي انا تروح مني او احاول اصلحها، بلاش سيبك من كفرو. لكن انا بقول للناس ما عنديش مشكلة مع كفرو خالص، ولا هو معاه مشكلة. انا جميل. بس كنت سألت مرة في التدريب واتكلمت رحت وخلاص قلت يعني. رأيك ان هو لا تاريخ له لا تدريبيا، مع بص لا ما عملش حاجة كمدرب. بطولات المقارنة في البطولات او الصعود او الهبوط او الدوري، هو ما عملش كده غير مرة مع ديفيد مكاي في نادي الزمالك بس. وده انا مش بتكلم، حتى انا قلت له يعني في الحلقة يا ريت كافورو يطلع يرد يقول انا غلطان، ده تاريخ بيتكتب وخلاص. تعرف الناس بقى، وبعدين يعيدوها تاني وبعدين يجيبوها تالت. هي بتحسب بس بالبطولات؟ يعني المدرب الكويس بيتحسب بس بالبطولات اللي خدها؟ لا بالنتائج عموما كلها، بالنتائج يعني. ما اصل انت مش شرط تكون بره اهلي والزمالك عشان تاخد بطولات. بس ممكن تبقى مدرب كبير. ممكن بس ما تاخدش بطولات لانك مش في اهلي وزمالك مثلا. او تحت بتصعد بتبقى محظوظ شويه في اللي انت مثلا عندك 18 فرقه او 17 بتطلع انت الاول بس. ماسك حاجه بره عملت نتائج كويسه بس هي بالنتائج يعني. لكن في مصر ما حدش بيغفر لك ان انت ما خدتش بطوله او صعدت بس. طبعا حضرتك صعدت كتير بانديه كتيره في الدوري من وفي الممتاز فرقه للدوري تانية ما المحترف. صعدتش بيها بس يعني. ايه دي اللي انا بقول لك عليه بقى، افتكر الكويس وما تفتكرش الوحش للانسان.